وروينا عن ابن عباس إن رضي الله عنهما قال مكتوب إنما يعطى ما هيك سووها إنما يحفظ إنما يحفظ الرجل على قدر نيته شو سويناها بوسط الصفحة دلوا عليها بالله يا, الله. يا, سيدي أخي دلوا عليها وروينا عن ابن عباس إيوه إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ مو يحفظ، يحفظ يعني ربي بيحفظه على قدر نيته. انتبهنا كيف؟ بدك الملائكة يحفظوك بأمر من الله عز وجل، خلي نيتك سليمة، أما إذا نيتك زائغة البعيد حاشاكم يعني الإنسان يعني إذا كان نيته زائغة شلون بدها تحفظه الملائكة؟ ما بتحفظ. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته وعن وعن غيره انا عن غير ابن عباس انما يعطى الناس على قدر نياتهم وروينا على الاستاذ ابي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الاخلاص افراد الحق في الطاعه بالقصد يعني ان لا يقصد الا الله سبحانه وتعالى في في الطاعه لانه ما في حدا بيعطي مثل ربي سبحانه وتعالى وهو ان يريد بطاعته التقرب الى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق تصنع لمخلوق انتبهنا في تسمعوا بابن عطاء الله السكندري هذا له كتاب صغير اسمه الحكم العطائية كلام جميل جدا من جملة تلك الحكم يقول رحمه الله الستر اسمعوا بالله كلام مركز الستر ستران ستر عن المعصية وستر في المعصية الستر عن المعصية يعني أن لا تقع في المعصية أصلا أما الستر في المعصية أن تعصي لكن ما حدا يشوفك الستر ستران ستر عن المعصية وستر في المعصية فالعامة يطلبون الستر في المعصيه حتى لا يسقطوا من عين الخلق والخاصة يطلبون الستر عن المعصيه حتى لا يسقطوا من عين الحق سبحانه وتعالى والخاصة يطلبون الستر عن المعصيه يعني أن لا يقعوا فيها اصلا ليه؟ حتى لا يسقطوا من عين الحق سبحانه وتعالى. دون شغل دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس. أو محبة عفوا نعم أو محبة أو مدح من الخلق. أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. هذا الكلام سهل. قراءته سهلة لكن تطبيقه صعب تطبيقه بده مجاهدة عرفتوا شو المجاهدة دائما الإنسان يذكر نفسه إنه مين مثل الله مين بيعطي مثل الله قال بزمان واحد هيك من أهل التصنع يمكن بيحكوها نكتة لكن سمعناها إنه واقف عم يصلي هيك بالجامع صلاة نافلة وهيك خضوع فمروا اثنين قال له واحد للثاني قال له شوف ما شاء الله شوف الرجل هذا شو خاشع بصلاته أم التفت قال له وصايم كمان <applause> يعني هي نكته لكن بمعنى هذا شو بسموه التصنع للخلق التصنع للخلق قال ويصح ان يقال الاخلاص ما هو تصفيه الفعل من عن ملاحظه المخلوقين تصفيه الفعل يعني يعني فلان عم يصلي ما في احد له خشوع معين طيب في احد نفس الخشوع عرفتوا شو التصنع للمخلوقين يعني لا يكترث بوجودهم ولا يكترث بعدمهم بالحالتين عم يراقب المولى سبحانه وتعالى وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال الإخلاص إيه ما هو استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن عرفتوا شو الظاهر والباطن وجود الخلق وعدم وجود الخلق نفس الشيء وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والذم من العامه ونسيان رؤيه العمل في الاعمال يا سلام على العباره ما احلاها نسيان رؤيه العمل في الاعمال كما قلنا ما تكون عباده ابليسيه ما يكون هو عمي يعبد عم يعبد انه هلا انا عم بتعب انا اليوم صمت والله لساني نشف طلع لي عندك كثير بدك تعطيني ثواب كبير نسيان رؤيه العمل بالعكس المؤمن بتلاقي عم يعبد الله وهو شايف حاله مقصر قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم انهم الى الله دائما شايف حاله مقصر نصلى بيقول الله يتوب علينا قديش كنت غافل انا اثناء الصلاه قلبي كان غافل انصام بيقول الله يتوب علينا والله اليوم يمكن انا طلع مني كلام ما بيليق بالصائم دائما يتهم نفسه بايه بالتقصير ويحاول ان يرقي نفسه وعد ونسيان رؤيه العمل في الاعمال شو كمان واقتضاء شو مكتوب على الهمزه عندكم حركه ما في حطوا لك كسره واقتضاء ثواب الاعمال في الاخره يعني نسيان عرفتوا شو معناه اختضاء يا شباب نسيان اختضاء ثواب الأعمال في الآخرة صعب شوي ما هي يعني بتلاقي الواحد بيقول لك هلا انا صرت صايم عشرين رمضان قديش بيطلع لي عند الله لا بيطلع لي كذا وبدي يدخل من باب الريان خلص اخونا بالله اعتبر العمليه اوتوماتيك شو اوتوماتيك ان عطانا جل جلاله فضل منه وكرم وإن ما أعطانا عين العدل فنحن ملكه سبحانه وتعالى نحن ملكه فلما يثيبنا جل جلاله كرم وجود هو هو اللي ألزم نفسه ما حدا ألزمه وليس له ملزم جل جلاله هو قال إن أطعتموني سأعطيكم كذا كرم وجود انتبهنا كيف فمو الواحد يقعد يعمل لحاله والله أنا بيطلع لي كذا ولا شو قال اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة بيجي شو قال سيدنا عمر لما طعن رضي الله عنه قال صار ابن عباس ذكر يا أمير المؤمنين هنيئا لك فقد آمنت برسول الله وهاجرت الهجرة إيش وكذا وفعلت وفعلت, وفعلت وكذا قال له يا ليتني يا ابن أخي أخرج منها لا علي ولا معي نسيان اقتضاء الأعمال في الآخرة عرفتوا ثواب الأعمال في الآخرة قال له ليتني أخرج منها ما يعني هو عم يدور أنه بس ربي ما يسأله شو معنات عرفتوا شو معنات ليتني اخرج منها لا عليه ولا معي انه ان شاء الله نطلع راس براس يعني بس المهم انه ربي ما يسالنا طبعا ربي ان شاء الله لما بيشوف العبد هيك يعطيه ويرضى عنه و, و و و و لكن المهم الانسان ما يعتبر حاله انه ما شاء الله انا هلا لي بالاخره شغلات كثير يعني اذا اعطانا شو بيكون كرم منه فضل وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه, عنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء في ناس بحسبوا أنه طالما في ناس أنا بطلت كنت بدي أعمل كذا لكن باعتبار في ناس بطلت أعمل كذا هذا رياء <applause> شو بدك فيهم الموجودين والمو موجودين خليك كما أنت انتبهنا ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك شوفوا شوفوا الكلام الدقيق الجميل والإخلاص إيه ما هو أن يعافيك الله منهما يا سلام وعن سهل التستري التستري اضبطوها لأنه كلمة غريبة شوي نسبة إلى بلد اسمها تستر بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الثانية وهو الذي قصده الإمام الشاطبي إذا حدا منكم له شغل بالقراءات هو السهل هذا هو الذي قصده الإمام الشاطبي لما قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا يقصد سهل التستري رحمه الله وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر أي أيوة عفوا نظر هي فعل ماضي ما هيك نظر الأكياس في تفسير الإخلاص الأكياس جمع شو هو جمع كيس اه جمع كيس يعني عاقل اه اذا نظر الاكياس يعني العقلاء اصحاب العقول في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا شو هو هذا ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا هوان منونة ها تنوين ولا هوى ولا دنيا لا نفس ولا هوى ولا دنيا وعن السري رضي الله عنه السري اللي هو السري السقطي وعن السري رضي الله عنه قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا نفس الملاحظين أنه المعنى واحد ولكن العبارات عم تختلف كما قال الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير لا تعمل للناس شيئا يعني لا تعمل عمل مشان الناس يشوفوك وبنفس الوقت لا تترك عمل لأن الناس ينظرون إليك اعتبرهم مو موجودين تصرف على هذا الأساس لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا لا تعطي هون لهم بمعنى من أجلهم لا تعطي لهم مو لا تعطي لهم يعني لا تعطيهم مثلا لا لا تعطي من اجل ان يراك الناس هي لهم لا من يعني مثل العاقبه ولا تكشف لهم شيئا وعن القشيري قال افضل الصدق ما هو استواء السر والعلانيه لما بيستوى السر والعلانيه معناتها الناس ان وجدوا وما وجدوا نفس الشيء الله يغفر لنا ويرحمنا هذا المنهج يا اخواني بده سلوك بده بده مجاهده شايفين كلام سهل عم نقراه نحن وحلو لكن تعب التطبيق التطبيق بده همه وبده معونه وبده جلد يعني بده فتره مو بيوم وليله الانسان بيستطيع ان يطبق هذا الكلام وقد يطبقه السبت يتركه الاحد لذلك سيدنا النبي شو قال سددوا وقاربوا عرفتوا شو سددوا يعني مثل اللي عم يضرب السهم وقدامه امامه في آه شو بسموها هذه الدريئه ايوه فعم يضرب بيعمل ايده هيك بلاقي ايده زحله يمين شو بيعمل بيرجعها بلاقيها زحله شمال زياده بيرد بيرجعها هذا شو معناه؟ عم يقارب سددوا وقاربوا يعني شد زبطها ما زبطت عدلها وقعت وغلطت توب ورجع ما مو مو قضيه اذا واحد غلط اه غلط وقع في مخالفه مو خربت الدنيا طب هنا شو بيعمل؟ بيتوب باب التوبه مفتوح طالما الروح موجوده في الجسد باب التوبه مفتوح الله يتوب علينا واياكم شو ربي مدح عدد من الساده الانبياء في سوره صاد كان يقول عن كل واحد منهم انه اواب مرت معكم هذه نعم العبد انه اواب على وزن شو؟ فعال من اب يؤوب شو يعني اب يؤوب؟ رجع يرجع إنه أواب، يعني كثير العودة إلى الله، بيغلط وبيرجع، بيغلط وبيرجع. ربي إذا العبد عم يغلط ويرجع ما بيزعل منه، بيزعل من مين؟ أيوه الله يرضى عليك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، غلط يا أخي، ثم يتوبون من؟ قريب على طول، فأولئك يتوب الله عليهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات من غير توبة، حتى إذا أحدهم قال إني تبت الآن لا يا حبيبي لا ما عاد يمشي الحال حضر أحدهم الموت معناته بدأت الروح تخرج وبدأت العوالم المستورة تنكشف فإذا كشفت العوالم المستورة لا ينفع نفسا وعن الحارث وعن الحارث ها اجى ذكره الله يرحمه اللي حكينا عنه بكرة بدي أسألكم عن النص اللي قلت لكم من شوي اللي بيحفظه بدي أقول الله يرضى عليك وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق من هو هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه طالما قلبه سليم صالح مع الله ما بهمه الناس شو عم يحكوا عنه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله هنا كيف ما تلاقي ما الناس يطلعوا ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ما بعرف إذا الأذان صار يا سيدنا صار نكمل السطر هذا وعن غيره قال إذا طلبت الله تعالى بالصدق إيه أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة الله يجعلنا وإياكم نتحقق بهذا الكلام ونستمع إلى الأذان بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أتابع في أحد أحد الإخوة بعد ورقة يقول قال ابن عابدين في الحاشية طبعا ابن عبدين من كبار علماء الاحناف المتاخرين له كتاب اسمه حاشيه ابن عبدين هي المرجع في الفتوى في المذهب الحنفي في الفترات الاخيره يعني قال ابن عبدين في الحاشيه قراءه كتب الفقه افضل من تلاوه القران هل هذا القول صحيح كيف صحيح يعني مع مع تقبيل الايدي والاقدام لابن عابدين كيف صحيح وهل شيء افضل من, من قراءه القران العظيم هذا يشبه الكلام الذي ذكرته بالامس موضوع ان بعض الناس ياتي بمقارنات لا داعي لها لماذا نتصور مسلما يدرس الفقه ولا يقرا القران ونتصور اخر يقرا القران ولا يدرس الفقه ثم نقارن بينهما شخصيتان وهميتان لا وجود لهما لماذا لا يقرا المسلم القران ويتعلم الفقه فلماذا هالمقارنات هذه انا لا اراها ابدا وهي باب خطير ولعله أراد رحمه الله لعله أنا يعني لا أوافقه مع تقبيل الأيدي ومنذ قليل فرقنا بين الخلاف العلمي وبين الأدب مع السادة العلماء ومن أنا أمام ابن عبدين رحمه الله أنتم شفتوها حاشية ابن عبدين هيك ما شاء الله يعني الله يزيل الخير ويرحمه ويرضى عنه لكن هذا الكلام يا أخي ما بينزل ما بينزل بالميزان كيف قراءة الفقه أفضل من قراءة القرآن كيف يعني كلام مصنف عادي من علماء الأمة أفضل من كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى خالق الأكوان ما لكم كيف تحكمون؟ فلذلك الذي أظنه أراده رحمه الله أنه أنفع للمسلم العام عامة المسلمين ان يتعلم الفقه من ان يقرا القران كيف انفع يعني لو مسلم عامي قرأ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وكذا وكذا طب ما اعرف كيف بده يتوضا لانه في اشياء اخرى مو مذكوره في الايه انما الاعمال بالنيات مو مذكوره في الايه والحديث انما الاعمال بالنيات هذا من ايه من اساسيات الدين فلا بد من النيه في الوضوء مع انه مو مذكوره في الايه طيب في قراءه وارجلكم وفي وأرجو لكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم طب نغسل الرجلين ولا نمسحهم العامي ما بيعرف هذا الكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الغسل في الاوضاع العاديه والمسح على الخفين طيب لما قال فاغسلوا وجوها مفعول به منصوب ما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معطوف عليها وامسحوا برؤوس مجروركم وأرجلكم أرجلكم المنصوب على قراءة النصب معطوف على فاغسلوا وجوهكم إذا الأرجل مغسولة طيب ليش ما جاب المغسولات وراء بعض وبعدين جاب الممسوح اللي هو الرأس لماذا لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم أيوة استنبط منها العلماء أن الترتيب واجب الله يفتح عليه فالعمي لما حيقرأ الكلام من الآية الكريمة ما حيعرف يستنبط إجوا العلماء نظروا أمضوا أعمارهم في الاستنباط وكذا وقالوا أركان الوضوء النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح بعض الرأس غسل القدمين إلى الكعبين والترتيب فذكروا الأشياء هي هذه افيد قراءتها ودراستها افيد للعامي من لو قرأ الآية لأنه ما حيحسن هو بضعفه أن يستنبط منها هذا ما يمكن أن يلتمس لعبارة مثل هذه وإن كان أنا لا أراها أصلا يعني ما في داعي لنذكر هذه العبارة الفقه له قدره وفضله ونفعه وقراءة القرآن فوق كل شيء فهو كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى لا يوازيه كلام ولا يعادله كلام ولو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم لا يوازي كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى. أه لما بيقترب الاقامه خبرونا سيدي على. قال الامام النووي رحمه الله: واقاويل السلف في هذا كثيره. حطوا فاصله بعد كثيره. في هذا يعني في ايش؟ في الإخلاص، الله يرضى عليكم. أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، تفضل حبيبي. أرينا؟ أرينا قبل الأذان. وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، المهذب كتاب للشيرازي رحمه الله في الفقه الشافعي شرحه الإمام النووي. وضممت اليها من اداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب العلم والله اعلم